من جانب آخر، بدأت في العاصمة اليمنية صنعاء حملة للمطالبة بالإفراج عن الصحفي عبد الإله حيدر شايع المعتقل لدى السلطات منذ عام 2010. واعتصم الناشطون أمام مبنى الحكومة للتنديد باستمرار اعتقال حيدر. وتتضمن الحملة التي تنظمها مؤسسة حرية للحقوق والحريات جمع ما يصل إلى 1,000,000 توقيع وتوجيه رسائل للرئيسين اليمني والأمريكي لحثهما على الإفراج عنه. وكان حيدر قد اعتقل بتهمة العلاقة مع تنظيم القاعدة بعد إجرائه مقابلات صحفية مع قيادات من التنظيم، لكن نقابة الصحفيين نفت ذلك واعتبرت اعتقاله مخالفا للدستور. أدل فريق